بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة التي نتناول فيها منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية. هذا المنتدى الذي يتألق عاما بعد عام حاملا لواء تطوير الأداء الحكومي والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية وتوفرها بكل يسر وسهولة، لدرجة توفرها حتى على الهواتف الذكية. مجهودات لا نبالغ إن قلنا إنها جبارة لمواكبة العصر في الخدمات والتثقيف، وصولا إلى تغيير نمط التفكير والإبداع أيضا. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الأستوديو السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية، هيئة الحكومة الإلكترونية. أيضا الشيخ سلمان بن محمد الخليفة، مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات، والسيد نواف عبد الرحمن، رئيس اللجنة المنظمة. أهلا بكم جميعا. أهلا بكم. بداية سيد محمد علي القائد، وأنت الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، يعني كان عليكم حمل لنقل عظيم أو جبار في مواصلة إنشاء هذا المنتدى، منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، عاما بعد عام حتى وصلتم إلى عامه السابع. يعني من أين أتت فكرة هذا المنتدى بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منذ إطلاق استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2007 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، كانت الاستراتيجية طموحة جدا. هناك أهداف استراتيجية ومؤشرات أداء واضحة يجب أن يتم تحقيقها خلال 3 سنوات. مثل ما نعرف قطاع تقنية المعلومات والاتصالات متغير، وهناك يعني توجهات عالمية في هذا المجال، وكان من المهم أن يكون في مؤتمر يجذب خيرة الخبراء على مستوى العالم والتجارب الدولية حتى تستفيد منها الوزارات الحكومية ويتثقفون ويتعلمون من خلال هذه التجارب لتسهيل تنفيذ الاستراتيجية الحكومة الإلكترونية. فهي تعتبر وسيلة من الوسائل اللي تساعدنا في تحقيق أهدافنا، معرفة التحديات اللي تواجهها الدول المختلفة، كيف ممكن احنا نواجهها، وكيف نقدر ننفذ الاستراتيجية بشكل أسرع وأكثر فعالية. نعم، الشيخ سلمان بن محمد الخليفة، وأنت مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات، طبيعة مشاركة الجهاز المركزي للمعلومات في هذا المنتدى، منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجهاز المركزي للمعلومات شريك أساسي للحكومة الإلكترونية. نقوم بدورنا ببناء نظم عند الوزارات ونعيد هندستها. إذا وفرنا خدمات على الإنترنت، على البوابات الموجودة بدون إعادة هندسة الإجراءات في الوزارة، ما طورنا من الخدمة، ما في قياس للأداء. فمن أساس عمل الجهاز أن نروح للوزارة ونقعد معها نشوف شنو الإجراءات الموجودة ونشوف كيفية تطوير هالإجراءات. المهم في إعادة تنظيم الإجراءات تسهيل العمل للمواطن ومراقبة المسؤول الإجراءات الموجودة في الوزارة. فمن نحسنها ممكن في هاللحظة نرفعها إلى البوابة الإلكترونية لتقديمها للمواطن. فمن دون هالتطوير ما بتنجح العملية في توفير هالخدمة. جميل جدا. السيد نواف، وأنت رئيس اللجنة المنظمة لهذا المنتدى، يعني كيف جرت عملية التنظيم، التنسيق مع مختلف الجهات المنظمة لهذا المعرض، الجهات المشاركة؟ اشرح لنا كيف جرت هذه العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يخفى عليكم يعني المنتدى هو يكون فيه تكامل بين طبعا قطاع الحكومة واللي هو المتمثل طبعا بهيئة الحكومة الإلكترونية، وكونهم هم المنظم الرئيسي للمنتدى، ومؤسسات المجتمع المدني اللي هي الجمعيات طبعا المشاركة في التنظيم، طبعا اللي هي جمعية البحرين الإنترنت وجمعية المهندسين البحرينية، وطبعا معهد إدارة المشاريع فرع الخليج العربي. الدور طبعا أن يكون في تكامل بيننا من ناحية التنظيم، ولله الحمد طبعا من أول ما بدينا تنظيم المنتدى احنا بنينا نجاح على نجاح، وهذا طبعا يشكل تحدي سنة بعد سنة، فنحن نرتقي ونرفع المستوى ونرفع جودة المنتدى.
ولكن لله الحمد يعني احنا اليوم وصلنا مستوى جدا عالي في تنظيم المنتدى وفي نوعية المواضيع اللي نطرحها في الخبراء طبعا اللي نحاول نجيبهم البحرين على أساس أنه نتيح المجال للمجتمع بأنه هو يطلع إلى ما توصلت للتكنولوجيا على مستوى العالم. طبعا من ناحية المنتدى ولله الحمد عندنا 10 متحدثين على مستوى عالمي يتطرقون إلى 10 محاور بالإضافة إلى ورش العمل. عندنا 8 ورش عمل يتم تنظيمها بالتعاون مع جمعيات مختلفة ومنظمات دولية. وثالثا طبعا عندنا اللي هو المعرض معرض تقنيات المعلومات واللي احنا طبعا نستعرض فيه احدث الحلول التقنيه والتقنيات الحديثه في مجال تقنيه المعلومات والاتصالات. نعم سيد محمد القائد، يعني اهم ما سيطرحه المنتدى هذا العام، يعني ما الجديد في هذا المنتدى في عامه السابع؟ طبعا مثل ما ذكرت سابقا قضيه التحدي ان المنتدى يقدر هو يواكب قطاع متغير جدا. نعم. مثل ما تفضلت في السابق طبعا كان المنتدى يركز في يومين على عدد كبير من المحاور الموجودة. حاولنا احنا السنة هذه نركز على توجهات تقنية المعلومات، 10 متحدثين رئيسيين يتكلمون حول تقريبا 8 محاور رئيسية اللي تعتبر الآن يعني حديث الساحة يتم التركيز عليها في اليوم الأول. فبالتالي التركيز اليوم الأول لمتخذي القرار يعرفون ايش قاعد يصير في المستوى العالمي، كيف ممكن انهم تواجه الدول هذه التحديات الموجوده والتوجهات وكيف ممكن يتعاملون معها. اليومين اللاحقين يكون فيها ورش عمل للمتخصصين كيفيه تنفيذ وتطبيق هذه التوجهات على مستوى الجهات الحكوميه، بالتالي خدمنا كل شريحه بشكل افضل. يعني بدل ما كان في السابق متخذ القرار مع الجماعة التقنية الموجودين في مكان واحد ربما بعض المواضيع ما تهم هذه الشريحة وما تهم الشريحة الثانية، في نوع من التركيز يوم واحد مركز متخذ القرار ما عنده وقت كثير، يومين ثانيين لا الورش العمل في السابق كانت 3 إلى 4 ساعات. نعم. المرة هذه يومين تخصيص، يعني تخصيص يومين من الصبح إلى المغرب. نعم. فبالتالي ممكن أنه يطلع بأكبر فائدة ممكنة ومن خبراء دوليين حتى المتحدثين. يعني احنا نتكلم في السابق كان في حدود 20 إلى 25، السنة نتكلم عن حوالي 40 واحد. جميل. فحتى مساحة المعرض السنة هذه أيضا تضاعفت. مضاعفة هذه المساحة والخبرات الموجودة والمتحدثين والجمعيات اللي جاية من خارج البحرين حتى تساهم بخبراتها راح تساهم في نقل هذه الخبرات للموظفين الحكوميين بالتالي سرعة تنفيذ برنامج الحكومة. جميل جدا. من هذا المنطلق يعني سيد محمد كيف سيسم هذا المنتدى؟ يعني كرؤية لهذا المنتدى، كل المنتديات لها رؤية ولها أهداف، ما هي الأهداف التي تسعون من خلال هذه الورش استقطاب أو خصخصة صانعي القرار في يومهم الأول، التقنيين في اليوم الثاني أو اليوم الثالث على حد قولك، يعني أهداف هذا إلى ماذا يسعى هذا المنتدى؟ طبعا احنا بالنسبة حق بعض التوجهات اللي طرحناها في السابق وجدنا حلول، وجدنا احيانا بعض الدول المتميزه رحنا زرناها حاولنا ننقل تجاربها. اليوم عندنا بعض الجوانب الجديده اللي نحاول احنا ندخل فيها مثل المشاركه الالكترونيه، مثل البيج داتا اللي ذكرها سمو الشيخ محمد، البيانات الكبيره، البيانات المفتوحه. وان كنا دخلنا فيها الجهاز المركزي عندهم الان مثلا تجربه وفي موقع موجود تحتاج إلى، لأنها متغيرة وفي دول كثيرة قاعدة تدخل فيها تحتاج إلى صقل. فنتطلع من خلال هذه المؤتمر والمتحدثين الموجودين أن نشوف بعض هذه التجارب نحاول أن احنا ندمجها في التجربة البحرينية حتى فعلا البحرين تستمر في الريادة في هذا المجال. نعم. لأن مجال متغير ونحتاج نقل هذه الخبرات بأسرع ما يمكن. نعم الشيخ سلمان بن محمد، بصفتكم يعني تمتلكون قاعدة بيانات كبيرة وضخمة في الجهاز المركزي للمعلومات، كيف يعني ستحاولون تطوير الأداء بالمشاركة مع الجهات الموجودة حاليا في هذا المنتدى؟ يعني كيف سيسعى المنتدى إلى تطوير الأداء، تقييم الأداء من جهة، محاولة الوصول إلى ما هو متطور، ما هو متقدم؟ المنتدى يعني جمع خبراء كثير من حول العالم، فرصة الجهاز نتعلم تجربتهم
ما شنو هي التطبيقات الموجودة؟ كيف ممكن نستفيد من أفكار الموجودة عندهم؟ والمؤتمر بعد في دورات. نعم. دورات لبناء نظم طريقة أسرع. اليوم متطلبات الوزارة التغيير المستمر والتحسين المستمر في الخدمات. اليوم خدمة اللي كانت بنيت من سنة أو من سنتين صارت قديمة. يجب إعادة هندسة هالإجراءات. هالعملية تطول. ففرصتنا في دورة متوازنة هناك في الورشة تكلم عن كيفية إعادة بناء النظم بطريقة مستمرة ووقت أقصر. وهاي فعلا الدورة اللي احنا بنشوفها. وإن شاء الله نطبق هالمفاهيم إن شاء الله في الجهاز وبتسرع من تحويل الوزارات بشكل أسرع إن شاء الله. نعم. يعني تسمح لي على طبعاً. كلام الشيخ الورش طبعا تنقسم إلى نوعين. نعم. في نوع لا طبيعة الورش العادية اللي كانت موجودة في السابق مركزة فيها عدد كبير من المتحدثين، وفي ورش لها طبيعة الدورات مثل ما ذكر الشيخ. نعم. دورات تخصصية مكلفة جدا، فأنت لما ترسل ناس إلى خارج البحرين يبنى هذين الخبراء إلى البحرين، فموجود عندك كل الخبرات، كان مجموعة من المعاهد تقدم دورات تخصصية في مجالات محددة تحتاجها الحكومة. جميل جدا. يعني من هذا المنطلق أستاذ محمد، يعني هل أنتم تقدرون توفرون أن هذه الدورات المتقدمة، الدورات المكثفة للوزارات الحكومية للجهات الحكومية في حال طلبها، بعيدا عن هذا المنتدى أيضا ما بعد المنتدى، يعني طبعا احنا كدور تقومون به؟ يعني أكيد طبعا احنا أحد المؤشرات الأداء اللي عندنا هو تدريب عدد تقريبا 150 موظف حكومي في دورات تخصصية مدتها حوالي أسبوع في مجالات محددة يحتاجونها، إما في خدمة العملاء، إما في إعادة هندسة الإجراءات، إما في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية أو تطوير خدمات إلكترونية على المواقع. نعم. عملناها في السابق، كل سنة تقريبا ندرب في حدود 100 إلى 150 إلى 200 موظف حكومي. اليوم من خلال هاي المنتدى جمعنا الجهد، يعني بدل ما يكون جهد متفرق أن يكون كل هذه الخبرات المطلوبة في مكان واحد، لأن نعرف أن الكل يتطلع لهذا المنتدى ويبي يطلع بأكثر فائدة. فأيضا وجود الخبرات ومتخذي القرار من مستوى دول الخليج ومن مختلف الوزارات مع بعض أيضا في حد ذاته فائدة. صحيح. لأن الواحد ممكن يستفيد ويحل مشاكل. أنا حل مشكلتي لما أعرف أن أنت عرفت تحلها بطريقة معينة. صحيح. فهو تبادل للخبرات في شأن. أستاذ نواف، يعني الدور اللي تلعبه الجمعيات التقنية مثل جمعية الإنترنت في 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 تطوير فكر المجتمع، يعني الجميع الآن أصبح مستخدما لهذه الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ولكن ما بعد هذا الاستخدام، تطور الاستخدام، تقييم عملية الأداء والاستخدام في ظل، كيف يكون أو تكون هذه الشبكة العنكبوتية خادما للإنسان وخادما للفرد الذي يحاول أن يطور من قدراته، الدور الذي تقوم به جمعية الإنترنت كمثال؟ يعني طبعا مثل ما تعرف طبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات على وجه الخصوص أنها تكون قريبة جدا من المجتمع. نعم. وبالتالي فأنها لها تأثير مباشر على المجتمع وعلى الأفراد. لذلك طبعا احنا في الجمعيات المهنية التخصصية نحاول قد ما نقدر أن يكون لنا دور فاعل في تنظيم طبعا ورش العمل المتخصصة والمؤتمرات طبعا المتخصصة في هالمجال. في نفس الوقت احنا نسعى قد ما نقدر نطرح مبادرات جديدة نشرك فيها طبعا أفراد المجتمع ومختلف القطاعات على أساس أن احنا نرتقي ونرفع مستوى طبعا المجتمع في تقنية المعلومات والاتصالات. مثل ما تعرف اليوم التكنولوجيا صارت جزء لا يتجزأ من حياة الفرد، فأصبح كل شخص منا اليوم لو ما كان متخصص بس على الأقل على اطلاع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وخصوصا طبعا اليوم مثل ما نشوف احنا أجهزة الموبايل والأجهزة المتنقلة اللي تتيحها طبعا من خدمات، وهذه طبعا يتيح لنا الفرصة، وفي نفس الوقت في نوع من التحدي بأن احنا نحاول نوعي المجتمع مو بس على كيفية استخدام هذه التقنيات، بل أيضا كيفية حماية نفسه وكيفية التأقلم مع هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة. فطبعا هذه دور الجمعيات، ومثل ما قلت لك الجمعيات لأنها قريبة من المجتمع فلذلك هي من المفترض منها أنها تلعب دور محوري في تقديم
وإشراك المجتمع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. نعم، حدثنا عن الورشة التي ستقوم الجمعية بتنظيمها. نعم، طبعا احنا كجمعية البحرين الانترنت احنا دخلنا من ناحيتين في المنتدى، احنا كشركاء في التنظيم، في نفس الوقت احنا لنا ورشة عمل متخصصة نطرحها في اليومين التاليين اللي هو بكرة وبعد بكرة ان شاء الله. ورشة العمل ان شاء الله اللي راح نطرحها تتكلم عن إدارة المحتوى الإلكتروني وكيفية وضع الاستراتيجيات لإدارة المحتوى الإلكتروني. مثل ما تعرف اليوم التقنيات الحديثة، ولما نتكلم عن شبكات التواصل الاجتماعي ونتكلم عن مواقع الإنترنت، اللب لكل هذه خلينا نقول القنوات الموجودة على شبكات الإنترنت، القنوات الإلكترونية، هو المحتوى الإلكتروني. فبوجود محتوى مبني على أسس صحيحة وعلى استراتيجية واضحة يعطيك وجود أقوى في تلك القنوات الإلكترونية. ولذلك احنا طبعا راح نستعرض تجارب من أوروبا على وجه الخصوص لمنظمات ومؤسسات لها باع في هذا المجال، ومن مختلف مفاهيم تقنية المعلومات، سواء كان التقنية المكتوبة أو كانت وسائط متعددة منها فيديو أو صوت. فإحنا نتطرق إلى جميع هذه المحاور في تقنية في المحتوى الإلكتروني، ونقدمها طبعا إلى حضور الورشة. نعم، جميل جدا. الشيخ سلمان، نقاط الالتقاء بينكم وبين هيئة الحكومة الإلكترونية أكيد هي نقاط كثيرة تتلاقون فيها، هناك تعاونات، هناك محاولة لتبادل الخبرات. يعني مثل ما قلت، يعني الحكومة الإلكترونية شريك أساسي في كل مشاريعنا، في كل نظام نقوم به نشوف ما هي الفرص، شنو الخدمات اللي ممكن نعرضها. الحكومة الإلكترونية ساعات عندها توصلها معلومات شلون ممكن نحسن، أو تجيب أفكار شلون نحسن من إجراءات الوزارة. ففي مشاريع كثيرة نشتغل بشكل يومي مع بعض في تنفيذ هالمشاريع، تطوير الوزارة وتقديم الخدمات عن طريق الحكومة الإلكترونية. احنا نحس يعني هم جزء منا. نعم، نكمل بعض، فهم يخطون جانب واحنا نغطي جانب اخر. جميل. فهالتكامل بيننا وايد وايد ساهم في نجاح المشروع. نعم، فالشكر في البارحة فراق العمل في الجهاز المركزي والهيئة الحكومة الإلكترونية. نعم، كانوا سهرانين إلى الآن في استكمال تجهيز بوابة المطورة. نعم، اللي تم تدشينها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد مبارك. نعم، مع بعض الفريقين، بنية تحتية والجوانب الأمنية موجودة عند الجهاز المركزي، تطوير النظام وعرضه والتأكد من خلوه من أي عيوب. نعم، من قبل الفريق الموجود مع بعض اشتغلوا حتى نقدر نطلع بالإنجاز اللي نأمل أنه إن شاء الله يخدم المواطن ويخدم القطاع الحكومي. نعم، جميل جدا. يعني الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني هذا جهد جبار، ومثل ما قلنا عام بعد عام يعني يثبت هذا المنتدى تألقه وتميزه. أستاذ محمد القائد، تقييمك للجهات المشاركة يعني في هذا المنتدى، الجهات سواء جهات محلية، جمعيات محلية، جهات إقليمية، جهات عالمية، تقييمك لهذه المشاركة؟ السنة هذه يعني من الأمور اللي تميز فيها المنتدى أنه وصلتنا طلبات من عدد من البروفيسورية في عدد من الجامعات المختلفة في العالم، حول العالم، يبون يكونوا متحدثين. نعم، هذه يعني في السابق احنا كنا نروح نطلب من المتحدثين العالميين انهم يجون. جميل، هذا يعني لها صيت وسمعة. نعم، في سمعة. نعم، بدون اي يعني قبل حتى لا يعلن عن المنتدى كان يصير في طلب ان احنا والله سمعنا انتم عندكم منتدى جدا ناجح ودنا نكون متحدثين فيه. نعم، فهذه في حد ذاته اعطانا حقيقة مؤشر. الامر الاخر كان في مؤشر بالنسبة للمشاركة الحكومية، ان كان في توجه لورش العمل، حسنا ان في تركيز عليها وفي طلب، لذلك تم تغيير هيكلية البرنامج ولاقت حقيقة نجاح كبير. تقريبا كل ورش العمل أقل تسجيل فيها تقريبا 30 شخص، وهذه طبعا دليل على يعني أحدى ورش العمل فيها 100 شخص ما شاء الله. طبيعتها مختلفة طبعا، ورش الثانية ما نقبل أكثر من 40 شخص وبعضها امتلأت 40 و35. أيضا المنتدى يعني العدد المسجلين أكثر من 200 شخص، ففعلا يعني الفكر هذه آت ثماره، وكان في طلب ورغبة من كثير من الوزارات في أمور متخصصة محتاجينها. جميل.
جميل. فإن شاء الله نتأمل أن يعني النتائج من هذا المؤتمر فعلا تأتي آثارها وثمارها في دفع العمل الحكومي نحو التطوير. نعم الشيخ سلمان، رأيك على الموضوع الجهات المشاركة، تقييمكم لهذه الجهات مثل ما قال الأستاذ محمد، يعني هناك جهات طلبت المشاركة، هناك ورش امتلأت، يعني هناك ورش لا تستقبل أكثر من 40 نظرا لتركيزها وتكثيفها، فيعني نظرتك أو تقييمك لهذه المشاركات؟ والله المشاركات يعني جدا جدا حيوية، وطلب من موظفي الجهاز أن يحضرون الدورات أكثر من المقاعد الموجودة. نعم. ففي طلب كبير على حضور الدورات للاستفادة منها. طبعا احنا نقول غير المشاركة، أنا أقول الموظفين الموجودين تقنيين في الوزارات هم يبون يطورون من كفاءاتهم. جميل. وهذا اللي احنا لازم نركز عليه في المرحلة القادمة، الكفاءة والمعرفة لازم تتم عند أهلها في الديرة، لازم نطورهم. فمثل هالدورات اللي حطوها في الإخوان في الحكومة الإلكترونية تخدم تطوير كفاءة المواطن والموظف الحكومي في مجال تقنية المعلومات، والديرة بتستفيد لأن وجود هالكوادر بتطور من عمل الوزارة، تطور من الأنظمة الموجودة، ولا أهما كان هاي كلها ما يستوي، لا نظام ولا إنترنت ولا نظام ممكن يشتغل اليوم على مدار الساعة بدون وجود كفاءات بحرينية موجودة. فهذه تشوف القيمة المضافة على المنتدى، تطوير الكفاءات. جميل. حضور ما شاء الله السنة عندنا يعني من الكويت ومن السعودية ومن الإمارات ومن فلسطين ومن المغرب ومن عدد. جميل. من الدول، فالحقيقة شيء يشرف، يعني 15 دولة مشاركة في. جميل في جميل في جدا المنتدى. شيء جدا مشرف. أستاذ محمد، النقطة اللي أثرها الشيخ سلمان نقطة مهمة، يعني التركيز على الكفاءات البحرينية. مملكة البحرين تمتلك عدد من الكفاءات في مجال تقنية المعلومات وفي مجالات عديدة أخرى. يعني المنتدى من ضمن أهدافه أيضا محاولة التركيز على الوزارات على الجهات نظرتكم للكفاءات البحرينية مثل ما قلت، يعني احنا من خلال هذا اللقاء السريع وفي هذه العجالة يعني استعرضنا يعني الإعداد والتنظيم لهذا المنتدى، الجماعة مثل ما قلنا سهرانين يعني وعلى قدم وساق العمل يمشي وكلها كفاءات بحرينية. التركيز على الكفاءات البحرينية، هل يعني هل نعتبر المنتدى فرصة لنقل التسويق اللي عندنا كفاءات بحرينية نسوق لها من خلال هذا المنتدى؟ يعني والله أعتقد نقطة مهمة جدا، ويعني الآن وأنا موجود في الخارج يعني عدد من الزوار واللي حاضرين من خارج مملكة البحرين. نعم. منبهرين يعني بالكفاءات البحرينية، يعني عادة هم متعودين في دول غنية أن يعملون في التنظيم ويعملون في الاستقبال ويعملون حتى في البرمجة. صحيح. أو في الأنظمة تكون موجودين من دول أخرى. نعم. احنا حقيقة نفخر ان الكوادر كلها في التنظيم، سواء في ترتيب، في الاستقبال، في الاعلام. نعم. في ايضا الجوانب التقنية الصعبة ما يتعلق بالبرمجة والتطوير، اللي يميز المواطن البحريني مو فقط يعني كفاءته، حبه للتعلم وايضا التزامه. يعني لما الشخص يقعد 24-36 ساعة. صحيح. صحيح. بدون ما حد يلزمه، بس على أساس يطلع منتج فعلا يكون هو فخور فيه. نعم. ويخدم في بلده. أعتقد هذه يعني فعلا شيء نفخر فيه، وكل الحضور حقيقة يشيدون بذلك. جميل جميل، ونحن نفخر بوجود هذه الكفاءات. شيخ سلمان، هل من إضافة على موضوع الكفاءات؟ يعني الموضوع صراحة موضوع مهم جدا، يعني جدا جدا، لأن احنا لا ما الكوادر الموجودة كما قلنا بعمل، لو بتشوف العمل واقف. صحيح. مشكلتنا اليوم الحفاظ على الكفاءات البحرينية، وهذا أشوف عنصر مهم، وهذه قاعد ندرس مع الإخوان في تيمون خدمة مدنية كيفية الحفاظ على الموظف الكفء. جميل. نكافئه ماليا، لأن هو اللي يقوم بالعمل. صحيح. هم اللي يسهرون، هم اللي يحللون، هم اللي يقومون بالعمل، أما لازم نحافظ عليها. اليوم دول الخليج توظف نسبة كبيرة من البحرينيين في مجال تقنية المعلومات. نعم. يفضلونهم على الأجانب، هاي دليل ان هم يفهمون المجتمع ولكن كفاءتهم اعلى، فيجب الحفاظ عليهم، لازم نكرمهم، ويجب ان نخلق لهم بيئه يقدرون يبدعون فيها، والابداع في العمل يطلع من الكفاءه والحريه.
في التطبيق. فهذه احنا دائما احنا مع الحكومه الالكترونيه نسعى للتركيز على الكوادر المحليه وتطويرها ونعطيهم الثقه ان يقومون بالعمل حتى لو ما يعرفون المعلومه ذي، نجيب خبير يعلمهم يشرف على عملهم. هاي المهم، لان فيها استمراريه، فيها استمراريه، لان اليوم النظام مثل ما قلت لك في كل سنه يتغير. صح. زي من بيقوم به؟ كم الكلفه؟ ليش الخبره تروح برا؟ لازم نطور كوادرنا، لازم. وهذه احنا ان شاء الله احنا ويا الحكومه الالكترونيه قاعد نركز عليه، والاخوان في ديوان الخدمه متقبلين الفكره وعندهم استراتيجيه جدا طيبه لدعم وتكريم المواطن ان شاء الله. جميل، جميل جدا. جميل الأستاذ نواف، موضوع الكفاءات البحرينية، دور الجمعيات، جمعيات الإنترنت، يعني نعم. كيف ترى هذه الكوادر أو الكفاءات البحرينية، كيف تستقطبها؟ هناك دعم من قبلكم كجمعيات مدنية، جمعيات مجتمع مدني؟ يعني طبعا ولله الحمد، يعني احنا نشوف الجمعيات أو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية هي طبعا تدار من قبل كوادر بحرينية. جميل. نهاية المطاف. وإحنا طبعا نسعد لما نشوف الشباب البحريني طبعا يعمل في تلك المؤسسات ويخدم المجتمع ويخدم طبعا المملكة من غير ما ينتظر خلينا نقول مردود مالي. يعني الجمعيات هذه توفر المناخ، توفر هالمناخ. وعندنا لله الحمد الكثير من الشباب لديهم طاقات كبيره، ويقدمون طبعا الكثير من المشاريع والكثير من الافكار الى مجتمع البحرين من خلال هذه الجمعيات. فاحنا طبيعه عملنا من الاساس يعتمد على الطاقات البحرينيه، وفي نفس الوقت احنا بالمبادرات اللي نقوم فيها بالتعاون مع مختلف القطاعات تساعد في طبعا عرض الخبرات اللي موجودة خارج البحرين للشباب البحريني على أساس أنه يستفيد منها ويتطور. فلذلك أنا مثل ما وضحت في البداية أنه في تكامل بين مختلف القطاعات، بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. نعم. مؤسسات المجتمع المدني، فتنمية طبعا المجتمع وفي تطوير المجتمع والارتقاء به. نعم. جميل، جميل جدا. السيد محمد علي القائد، يعني ننتقل للموضوع في عجالة أخيرة، موضوع الحوافز والجوائز اللي تحصل عليها الجهات الحكومية، يعني كحوافز، كأفضل مشروع، كأفضل محتوى. يعني استقبلنا واستعرضنا عدد من التجارب، حبذا لو تعطينا فكرة عن هذه الجوائز. يعني طبعا جائزة الحكومة التميز للحكومة الإلكترونية انطلقت مع انطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية من السنة الثانية، كنوع من الحافز والدافع للجهات الحكومية حتى تكون فعلا متميزة في تقديم الخدمات، تحاول أنها تبذل أقصى جهد حسب معايير دولية، معايير عالمية في تقديم الخدمة، وذلك طبعا يعني خدمة للمواطن، تحقيق لأهداف وتطلعات القيادة الرشيدة، وايضا يعني رفع اسم البحرين. نعم. على مستوى المحافل الدوليه لما يعني يبرز المنتج البحريني على المستوى المحلي ممكن انه هو يترشح على المستوى الخليجي. جميل. عندنا الجائزه الخليجيه اللي اقترحتها البحرين، وراح يعني تنظم السنه القادمه ان شاء الله في مملكه البحرين، وهي فكره بحرينيه. جميل. فنتطلع طبعا هذه الجائزه يعني طلعت من البحرين وراح ترجع تعود للبحرين. نلاحظ اهتمام الوزارات وعدد المشاريع المقدمة كل سنة تزيد بشكل أكبر، وحتى عمقها والأفكار الموجودة فيها يكون فيها فعلا ثراء، وهذه دليل أن فيه اهتمام. يعني نتلقى عشرات الاتصالات من الوزارات، عطونا دورات، ساعدونا كيف نقدر نطور من منتجاتنا حتى تنافس على هذه الجائزة. وهذه الفكرة حقيقة خذتها يعني دول الخليج، وقالوا فعلا كان فيها دور كبير جدا في دعم برامجهم. يعني أحيانا الواحد يبي يقنع الوزارات، لكن مع وجود الجائزة ومعاييرها تكون واضحة، ففعلا تدفع القطاع الحكومي كله في التطوير. جميل جدا. كلمة أخيرة سيد محمد في نهاية هذا اللقاء. الحقيقة طبعا يعني المنتدى احنا سعداء جدا بالعدد الموجود وبالنجاح اللي حقق هذا المنتدى، وهذه طبعا يعني بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات المستمل لهذا البرنامج، وأيضا دعم الجهات الحكومية كلها
في المساعدة في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية حتى يحقق أهدافه. فكل الشكر حقيقة لكل يعني الجنود المجهولين خلف الكواليس اللي يشتغلون في الوزارات في الجهات الحكومية للوصول لهذا الموقف والمكان المشرفة لمملكة البحرين. نعم الشيخ سلمان كلمة أخيرة. بس شكر للمهم نشكر المسؤولين على دعمهم للمشروع، لأن لا بدعمهم لا ما بدينا في المشروع ولا خلصناه. ونشكر الموظفين والمسؤولين في الوزارات الذي ساهموا في دعم هذا المشروع ونجاحه. نعم أستاذ نواف. طبعا احنا سعيدين اليوم بنجاح المنتدى وفي التطور اللي طبعا اللي قاعد يمر فيه المنتدى عام بعد عام. وطبعا احنا نشكر الصراحة جميع الشركاء اللي طبعا تكاتفنا مع بعض. الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نتطور، خلينا نقول نرتقي بالمنتدى وبالفعاليات المصاحبة للمنتدى. وطبعا وهذه طبعا يدفع ويشجع مختلف مؤسسات المجتمع المدني بأنها هي تبادر وتقدم طبعا أفكار جديدة وتقدم مبادرات طبعا للمملكة والمجتمع. نعم في الختام يعني أشكركم ضيوفي الكرام السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية أو هيئة الحكومة الإلكترونية، الشيخ سلمان بن محمد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات، شكرا لك. السيد نواف عبد الرحمن رئيس اللجنة المنظمة شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد هذا الفاصل. في هذه الرحلة التي امتدت 7 أعوام تشتد المنافسة بين الوزارات والدوائر الحكومية لتقديم أفضل ما لديها من خدمات حكومية وصولا إلى الأتمتة. المنافسة التي من شأنها تمييز الأفضل في عالم متسارع لا يهدأ. اليوم احتفلت 3 جهات بفوزها بجوائز هذا المنتدى، هي وزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب. في البداية يسعدني أن أستضيف معي سعادة السيد صادق عبد الكريم الشهابي وزير الصحة. سعادة الوزير بداية نمسي عليك بالخير. أهلا وسهلا. أهلا لكم وسهلا. الله يسلمك. سعادة الوزير، يعني فوز وزارة الصحة في جائزة من جوائز هذا المنتدى منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية جائزة أفضل محتوى، ماذا تقول عن هذا الفوز؟ أولا في البداية يطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على رعايته لهذا اليوم لهذه الجائزة المتميزة. هذه كما تفضلت هي النسخة 7 من هذه الجائزة، وجاء فوز وزارة الصحة لما قدمته الجهود الكثيرة من قبل الأخوة في وزارة الصحة للنيل بهذه الجائزة. وهذه الجائزة تعتبر تحدي لوزارة الصحة، لأن والتحدي ليس بالفوز وإنما التحدي باستمرار هذا الفوز والبقاء على القمة. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الجائزة أحد الأدوار التي تجعل من وزارة الصحة أن تتقدم في تقديم هذه المعلومات المتوفرة على حسابها الإلكتروني من خلال توفير جميع المعلومات المطلوبة للمواطن والمقيم الذين يحتاجون إلى هذه المعلومات بدعوة عدم الوصول إلى مباني الوزارة، وإنما من خلال تصفح هذه الصفحات التي فيها العديد من المعلومات التي توفر الكثير من الوقت والجهد على المواطن. نعم سعادة الوزير، يعني كيف سعت الوزارة لنيل هذه الجائزة جائزة أفضل محتوى؟ ما هي الخدمات الحكومية الإلكترونية التي وفرتها للمواطن؟ إذا فتحت صفحة الوزارة سوف تجد كل المعلومات التي تحتاج لها كمواطن وكمقيم وكمريض. نعم. بالخريطة الصحية متوفرة على هذه الصفحات، بتعطيك كل مواقع الخدمات الصحية، تعطيك كل مواقع المستشفيات، تعطيك كل مواقع أخذ المواعيد وتسهيل أمر المريض قبل أن يصل إلى الوزارة. ليس في البحرين فقط وإنما في كل أنحاء العالم هذا التصفح
تصفح المعلومات من خلال الشبكة العنكبوتية يستطيع أن يعطيك كل المعلومات التي تحتاج لها كمواطن، مواعيد مع الأطباء، مواقع العيادات الخاصة، المستشفيات الخاصة والعامة التي هي على الخريطة الصحية متوفرة من خلال هذه الشبكة. وسعت الوزارة طبعا من سنوات أن يكون لها تحدي كبير بتوفير أفضل المعلومات وأسهلها. نعم سعادة الوزير، يعني في الخطوات القادمة في دخول هذه الوزارة لهذا الفضاء الإلكتروني، الجميع يسعى إلى تقديم خدمات إلكترونية كما قلت سعادة الوزير، التسهيل على المواطن، توفير كل يعني أقسام الوزارة تكون متاحة عبر التواصل الإلكتروني، سرعة إنجاز معاملات المرضى، معاملات المواطنين، التصديق من قبل وزارة الصحة على بعض المعاملات من قبل المرضى، يعني كخطوة مستقبلية سعادة الوزير إلى ماذا تطمح وزارة الصحة؟ تسهيل مهمات الناس التي تحتاج إلى خدمة سريعة، تسهيل مهمة الأطباء في الحصول على أيضا على اتصالات مباشرة مع مرضاهم، السعي أيضا في المستقبل القريب أن تكون وزارة الصحة بلا ورق، وهذا مسعى من المساعي الأساسية التي يعني عمل بدون ورق، وهذا ما نسعى إليه في المستقبل القريب إن شاء الله. لذلك سوف يحصل المريض والمتردد والمحتاج إلى خدمات وزارة الصحة بكل يسر وسهولة إن شاء الله. نعم سعادة الوزير، في عجالة أخيرة، كيف تنظر إلى هذه المنتديات، منتدى الحكومة الإلكترونية على سبيل المثال، في كلمة أخيرة وفي عجالة كلمة منك؟ لا شك إن هذا المنتدى وهذه الحكومة الإلكترونية في نسختها السابعة قد سهلت العديد من الأمور التي كان المواطن يحتاج إليها، وقد يمكن سبقتنا العديد من الدول، ولكن الركب في البحرين يتسارع، وكل عام نحتفل بهذه المناسبة على مدى 7 سنوات الماضية، وهذه تعطينا فرصة لأن نشكر جميع العاملين في الحكومة الإلكترونية وأيضا في جمعية البحرين للإنترنت ومعهد إدارة المشاريع التي قد قامت بهذه الجهد الكبير، فلنا يعني أن نجزي لهم الشكر الكثير، وكذلك أهدي هذا الفوز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى جميع العاملين معي في وزارة الصحة، وأقول لهم شكرا على هذا المجهود لقد وصلتم. نعم كل التوفيق سعادة السيد صادق عبد الكريم الشهبي وزير الصحة، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا جزيلا. أتمنى أهلا بكم مشاهدينا من جديد بعد هذا الفاصل، نواصل وإياكم هذه الحلقة الخاصة حول منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية. بعد أن شهدنا حفل الافتتاح وحفل توزيع الجوائز، نستقبل الآن الدكتورة جواهر لمضحكي، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بعد أن نالت الهيئة جائزة في هذا الاحتفال. أمسي عليك بالخير دكتورة جواهر. ساكن وطلع. أهلا وسهلا. الهيئة فازت هذا اليوم بجائزة ضمن هذا المنتدى، منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، كيف استقبلتم في الهيئة هذا الفوز؟ طبعا يعني أنا أحب أشكر طبعا الهيئة الإلكترونية صراحة ورئيس اللجنة العليا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لإعطاء الفرصة للجهات والهيئات الحكومية والخاصة لإبراز ما لديهم في هذه الأمور، وكذلك يعني مثل هاي الجوائز، صحيح أن الواحد بيعمل لعمل بحيث أنه ينتج أو يسرع، ولكن في نفس الوقت وجود هذه الجوائز وإبراز هذا العمل يساهم في تحفيزهم لعمل أكثر وطموحات أكبر من ذلك، فإحنا صراحة جدا فرحين، يعني خصوصا الفريق العمل اللي عندي اللي عمل في الهيئة على هذا المشروع، بإضافة لما حققه داخل الهيئة ومن تنظيم عمل وغيره اللي بنتحدث عنه بعد شوي، إضافة لذلك هذه الجائزة اللي فيها نوع
التكريم. نعم. لأن العمل يعني أشخاص يعملون ما حد يشوفهم في النهاية مشروع أو يعني عمل إلكتروني واحد يدخل عليه يمكن دقائق، لكن الشغل اللي صار وراء صراحة يستحق مثل هذا التكريم. نعم. وتحدي بكل المقاييس. يعني صحيح إحنا ما كنا يعني حاطين الجائزة في نظرنا، ولكن نعم. كنا نشوفها يعني. نعم. بشكل، والحمد لله ربي ما قصر الحمد لله. وبالتوفيق منه الحمد لله وصلنا. الحمد لله. دكتورة، طبيعة هذا المشروع الفستوفي؟ طبعا أنت تعرف أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تقوم بعمل الامتحانات الوطنية بشكل سنوي لجميع مدارس البحرين. نعم. وبعض المدارس الخاصة للحلقات الرئيسية في السلم التعليمي في المملكة، وهذه تضمن جهد كبير ووقت كبير للإعداد من ناحية ورقة العمل، ورقة الامتحانات، بعدين بعد التصحيح كيفية تحليل النتائج وإصدار التقارير، فعمل مهول صراحة. فالمشروع اللي فاز بالجائزة هو كيفية أو هو النظام الامتحانات الوطنية. نعم. فهو قام هذا المشروع صراحة بالنسبة للهيئة بتلخيص وقت، تلخيص جهد ودقة في العمل، ما عندنا شك في أي أمور اللي تطلع منها. فهذه النظام يعني فاد الهيئة من ناحية توفير وقت وجهد ومال في نفس الوقت، إضافة إلى أن حتى الجهات المعنية إحنا نرسل تقارير للنتائج الامتحانات لأولياء الأمور أن تطلع على مستوى الطالب بالصف في المدرسة والمحافظة وكذلك على مستوى المملكة، والجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم بإمكانهم الاستفادة من جميع التقارير اللي تخرج في كيفية وضع خطط لتطويرهم وتطوير المناهج وتطوير كيفية كذلك توصيل الدروس والمعلومة للطلبة. ففيها صراحة فوائد يعني الحمد لله سبحانه الله، يعني الله يسر لنا وفي النهاية كللها كذلك بالجائزة. نعم. الحمد لله. نعم. يعني دكتورة جواهر، دائما هذه الإنجازات يعني تعطي الواحد دفعة إلى نعم. الأمام، تعطي الواحد رؤية جديدة للخطط نعم. المستقبلية للهيئة. نعم. هذا الإنجاز ما الذي سيضيفه على خططكم المستقبلية؟ نعم. إن شاء الله. والحمد لله طبعا بالجهود اللي تبتلها جميع زملائي في الهيئة والدعم اللي نلقاه من القيادة الرشيدة في المملكة لتطوير كل الأمور في المملكة، ولكن بالأخص يمكن الحيز اللي احنا فيه التعليم والتدريب اللي هو البناء لأي تطوير صراحة في أي بلد. احنا طبعا من هاي المنطلق احنا حين طبعا أوردي عندنا نظرة طبعا الهدف الأول أو الشورت ران على ما يقولون إضافة صف 12، لأن هذا النظام للصف الثالث والسادس والتاسع، فإحنا نعم. بنضيف صف 12 هذه يعني خلال السنة داير إن شاء الله كخطة مستقبلية. نعم. خطط قريبة. في خطط أبعد أن احنا نقوم بعمل تصحيح إلكتروني، ويمكن شوية بعد أبعد اللي هو امتحان إلكتروني للطلبة بحيث أنهم يسوونها. فهذه عندنا مشاريع وايد. جميل. وإن شاء الله يعني ما نبقي نشيح. نعم. نبقي نمشي خطوات بحيث أن خطواتنا واثقة، ما نمشي الخطوة إلا الخطوة اللي قبلها ثابتة، والحمد لله يعني. الحمد لله. دكتورة جواهر، يعني رؤيتكم حق منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، يعني مثل ما قلتي لنا في بداية هذا اللقاء السريع، يعني قلتي أن أنتم كنتوا تطمحون إلى هذه الجائزة وترون هذه الجائزة، وفي الضفة الأخرى هناك تحدي تقومون بإنجازه. يعني الانطلاق إلى مستويات إقليمية إلى مستويات عالمية كبعد أوسع، يعني هل ماذا تطمح الهيئة؟ طبعا النظام اللي عملناه ما أعتقد أنه موجود في الوطن العربي. جميل. هذه أنا يمكن أقدر يعني أقولها يعني صراحة بثبات أو صحة خلينا نقول. نعم. يعني في الدول العالمية طبعا في عندهم أنظمة مشابهة، لكن احنا نظامنا متميز لأنه هو يلبي شروطاتنا، يلبي احتياجاتنا، يلبي امتحاناتنا، فمتكامل. فأنا أعتقد بأن مستقبلا بالإمكان أن حتى الدول الشقيقة مثل ما هم قاعدين يستفيدون ويعني ما يقصرون صراحة يطلبون مننا هم يطلعون على كيفية قيامنا بالمراجعات الامتحانات، يعني كثير من الإخوان زارونا. أنا أتوقع أن مستقبلا بيكون في كذلك اطلاع لهم على هذا البرنامج، وبالإمكان أنه يوفر عليهم كثير في عملياتهم اللي يقومون فيها في الامتحانات. نعم. في عجالة أخيرة دكتورة جواهر، يعني هل من كلمة تضيفيها؟ أنا طبعا أحب أشكر مثل ما قلت منظمي هذا المنتدى، ولأن
إضافة لأنه يضيف للبحرين هو يضيف لكل جهة تقدمت فيها لنيل مثل هذه الجوائز. وحتى اللي ما فازوا أنا أتوقع بأن أهم بيكون عندهم طموح للمستقبل ووضوح رؤية للمطلوب للفوز بهذه الجوائز. وأشكر يعني على رأس الجميع قيادتنا الرشيدة صاحب الدعم اللي قدمونه بكافة المجالات يمكن المباشر وغير المباشر. وأشكركم على كذلك على إتاحة هذه الفرصة لنا وما تكسروا. شكرا لك دكتورة جوهر المضحكي الرئيسة التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب. نتمنى لكم التوفيق أيضا. شكرا جزيلا. في الختام أتقدم بالشكر الجزيل لجميع ضيوفي في هذه الحلقة عبر فقراتها المختلفة. كنا معكم في هذه الحلقة الخاصة حول منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.